تفضل. عندي ربع سمانات وانا نصوب والله نجي ندور ونروح، خاسر ولا نخسر الله في دراهمي. كيما راك تحكي عندي 200 مليون ما جبت لي والو، والله ما اللي نسمو يقول لي عطيني 250 من 400 300 وراجع. تسمع غير سامو برك، بيع راه ما كانش يشريو، بيع والله ما كانش يشريو. اسمع سامو ما كانش. الطوموبيل اللي تشوفها ميغان قبيله نشوف فيها هاي وراهي، قال لي عطاوني 160 مليون ميغان 2002 70 مليون دوبل في النيلو. يا ابن عمي ورانا رايحين، مي قال لي كانت دير 50 60 مليون مولاها يركب نورمال عادي، هذوك قاعد دير لا و200 مش بيعها، قال لي خرجتها يامس من سوق سطيف ولا شنو 195 هما زال حال الكرش ومازال يدور. راح السوق والله ما عاد سوق، راح السوق ما عاد السوق. ابن عمي ما عرفناه احنا السوق، ذهب لنا السوق هذا ما عرفنا الاسوام خياليه والله يزيدوا وحدهم، والله راهم كاين اللي يزيدوهم اصحابهم والله ما على بالناش، والله دخلنا في السوق عدنا السوق ذهب لنا ذهبت لنا الاسوام. بكري كانت تجي طاكسي كيما هذه تلقاها عارف تومتها عارف وراها واصله 70 100 110 120 معليش الزوالي يقدر يشري في المعقول. في المعقول بس هذوك سياره ابن عمي قديمه علاش هي تلقاها فايتت لك 100 150 160 على سومتها الحقيقيه زايده 100 مليون 185 مليون بيج وما باعش 185 مليون.